صباح الخير يا زوم، طبيعي مفتاح الفني الصباح لشركة وينز بروكر. هيدا ماركو كريم، عيد اليوم 28 ابريل 2022، ونتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن اسعار النفط. طلعت اجابة اسعار النفط خلال طلعت امس ومحاولات مرة اخرى العودة للاداء الايجابي مع استمرار المخاوف من شح في الامدادات حول العالم، والذي ابرزه انخفاض اخر في مخزونات نواتج التقطير والبنزين في الولايات المتحدة الامريكية. ومحاولات طبعا التعافي امس جاءت بعد تراجع خلال الفترة الماضية في خلال طبعا مكافحة الصين لاحتواء بؤر جديدة لفيروس كورونا وبتؤثر سلبا على الطلب. ولكن تحرك روسيا لقطع شحنات الغاز عن دولتين أوروبيتين زاد القلق حيال شح في إمدادات الطاقة. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة في أسعار النفط، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح مع الشارت، محاولات العودة للأداء الإيجابي والإغلاق بسعر أعلى من سعر الافتتاح، ومحاولات التعافي على مدار اليومين الماضيين بعد الانخفاضات الكبيرة للنفط خلال طبعا الأسبوع الماضي، ولكن مازال مدعم بشكل كبير لمزيد من الاتجاه الإيجابي من خلال الإيجابية على الـ EMA من خلال تقاطع المتوسطات السعرية الأعلى، ثبات السعر عليها، ومدى إيجابي على السار على الستوكاستيك وعلى الفلات تريند. ولكن مازال وجوده أسفل 142 طبعا بينهي المسيرة الصاعدة، ولذلك نتوقع مزيد من الارتفاعات ولكن بشرط كسر الـ 104 25 علشان يروح الـ 106 وراها الـ 158. مرة تانية كسر 104.25 وراها 106 وراها 158. السيناريو الآخر المعاكس حق بكسر 100 وراها 98.25 وراها 96.95. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.